السلام عليكم سمو، معكم ياسمين القاعود. رح نكمل شرح محاضرات الفيزياء، واخر محاضره اليوم محاضره الريجوليشن للريسبيريشن اللي هي المحاضره السادسه. نبدا بسرعه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن صعبا اذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. هلا بالاول خلينا هيك، بدي امشي هون على هيك يعني زي تلخيص بسيط سريعا، نمشي عليه هيك بالأشياء الأساسية ونرجع سريعا على التفريغ نكمل كل شيء حكيناه. اللهم صل على سيدنا محمد. بالأول نحكي شغلة، إنه أنا ليه بدي أنظم عملية الريسبيريشن. نرجع أول شيء للفانكشن الأساسية اللي إحنا كنا نحكي عنها بالريسبيريشن، واللي هي إني أنا أحصل على الأوتو وأتخلص من السي أوتو. تمام؟ ليه؟ لأنه أنا في عندي نورمال رينجز لازم أحافظ عليها لهاي الأوتو والسي أوتو. تمام؟ قل شوي ولا زاد شوي ولا تغير شوي، انا هون فورا بدي اتحكم بهاي النسب من خلال ايش؟ من خلال الريسبيريشن. فبيبدا الجسم يتحكم عندي بالريسبيريشن من خلال اللي هي الريجوليتوري ميكانيزمز اللي رح نحكي عنهم هلا. تمام؟ ففهمنا ليه انا في عندي ريجوليتوري ميكانيزمز للفنتيليشن. تمام. هلا المبدا اللي رح نمشي فيه، وهو زي اي مبدا ثاني في الريجوليشن اصلا، اني انا في عندي انبوت، يعني في الشراره هاي اللي حكت لي والله في تغير بالاوتو، والله ولا في تغير بالسي اوتو، ولا في اي تغيرات ثانيه، راحت انتقلت من خلال اللي هو الموصل تبعه اللي هي النيرفز. تمام؟ راحت حكت للريسبيريتوري سنتر اللي هو مين؟ اللي هو العقل المدبر او اللي هو مركز التحكم، انه شد حالك زيد من الريسبيريشن. طب كيف بدي ازيد من الريسبيريشن؟ مين بتحكم بالريسبيريشن؟ اللي هي العضلات. تمام؟ العضلات انا بعطيها امر انه اعملي اكتيفيشن من خلال نيرفز مثلا، انه يعمل لها اكتيفيشن، بتشتغل عند العضلات، بتنقبض. لما تنقبض مثلا بتعمل انسبيريشن، او بتعمل مثلا فورسفول اكسبيريشن حسب ايش الهدف اللي انا بدي اياه. تمام؟ تمام. فانا هون بعد ما انقبضت هاي حققت لي الهدف اللي انا بدي اياه، غيرت في الفنتيليشن مثلا، والله زدت من ايش؟ زدت من الفنتيليشن ريت، يعني زدت مثلا من عدد ال شو اسمها، عدد البريثس بالدقيقه، او لا زدت انا من الديوريشن لكل بريث مثلا هيك. اوكي؟ فانا راح اغير في حسب الحاجه. اللهم صل على محمد. هلا في شغله مهم نعرفها، انه هاي العضلات اللي انا بدي اتحكم فيها، السكيلت المسل، احنا بنعرف انه سكيلت المسل التحكم فيها ايش؟ ماله ارادي. يعني انا عادي لحالي بدي احرك هاي العضله، بروح في عندي اوامر من خلال السيريبرال كورتكس، بتروح على الموتور نيورونز، الموتور نيورونز بتودي لهاي العضله انه يلا اشتغل. تمام؟ هذا انا اللي بعرفه السكيلت المسل كيف تشتغل. بس هون هل معقول انه الانسبيريشن والاكسبيريشن اللي هي عمليه كثير مهمه اتحكم فيها انا لحالي؟ طب ما انا بنام، ما انا ممكن واحد هيك يدخل في كوما، ممكن طب ببطل يتنفس مثلا هون خلاص؟ لا. اوكي؟ فهي عمليه معقده ما بتحتاج بس انه الانسان يتحكم فيها، عشان هيك لازم انا يكون في عندي انفولنتري كنترول. هلا الفولنتري كنترول زي اي عضله ثانيه انا بتحكم فيها، عضله قدم او عضله اي شيء، يعني نفس الشيء، انه انا في عندي بالكورتكس سيريبرال كورتكس بتودي اشارات لل شو اسمها الموتور نيورونز الموجوده في السباينال كورد، هاي بتروح بتعطيني اشاره انه الى شو اسمها، بتعطيني اشاره لل والله خلينا نحكي انا بدي احفز الانسبيريشن مثلا الديافرام للاكسترنال انتركوستال، يلا اشتغلوا. تمام؟ تمام. هي واحد. هلا شغله ثانيه الانفولنتري كنترول. الانفولنتري كنترول فيها شغله كثير مهمه اللي هي ريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن two nucleus موجودين عندي بالميدلة أوبلونجاتا. النيوكليس الأولى أو المجموعة الأولى اللي هي اسمها dorsal respiratory nucleus أو group، هاي موجودة إيش؟ dorsally من اسمها بالميدلة أوبلونجاتا. اللي بيصير إنه هاي مسؤولة عن فيها neurons بنسميها inspiratory neurons، من اسمهم inspiratory neurons. رح أستنتج إنه هدول أنا لما أحفز هاي لما يجيني أي stimulus من برا، تمام؟ اي ستيمولس اللي هو الشرار اللي حكينا هاي اول، بتحكي لي والله شغل حالك يلا زيد من الفنتيليشن زيد من كذا، اجتني هاي الشراره بتنتقل من خلال ايش؟ بتنتقل من خلال هيو في عندي سيجنال رح تيجي بالاول، بتنتقل من خلال اكيد ايش اللي هي النيرفز، وخصوصا مين تحديدا، يعني انا موجودين عندي في منطقه الرقبه او في منطقة اللي هي الثوركس اللي هم الفيغس والتاسع الجلوسوفارينجل. تمام؟ الجلوسوفارينجل هدول هم اللي موجودين عندي، هدول بعطوني افيرنت فايبرز بتروح بتطلع لعند الريسبيرتوري سنتر، وبتعطي الاشاره انه والله في مشكله بالاوتو او السي اوتو، او في مشكله هلا رح نحكي عنهم، يعني اللي هي السيجنالز هدول، يلا اشتغل. هلا هاي الانسبيراتوري نيورونز ايش رح تروح تعمل لما يصير لها اكتيفيشن؟ ايش بتروح بتعمل؟ بتروح بتودي اشارات لمين؟
للموتور نيورونز اللي موجودة في السباينال كورد حتى تروح تودي إشارات تعمل اكتيفيشن لمين ما دام اسمها انسبيراتوري بالانسبيريشن. أنا مين بشغل أي عضلات اللي هم الديافرام ومين والإكسترنال إنتركوستال إنه يلا اشتغلي. تمام، لما تشتغل بتعمل هي اللي عليها وبتزيد من ال بتزيد مثلا والله بتعمل يعني بتعمل بتغير من ال خلينا نحكي بتعمل موديفيكيشن على الهاي على الانسبيريشن مثلا بتصير تنقبض بشكل اكبر. فبالتالي الواحد بيصير الفنتيليشن ريت اسرع، بيصير مثلا ياخذ هواء اكثر هيك، اوكي بيصير في عليه موديفيكيشنز. تمام هاي اللي هي زي ما حكينا انسبيراتوري نيورونز. ف هلا هون هاي النيوكليوس يعني هدول اللي احنا حكينا اللي هي الدورسال جروب هاي موجود ضمن النيوكليوس ايش اسمها سوليتاري او سوليتاريس او شيء زي هيك اللي هي من اسمها سوليتاري يعني هي عباره عن نيوكليوس وحده. فانا هون في عندي نيوكليوس وحده موجود عندي في مين اللي هو الانسبيراتوري. تمام، ما دامها بتتحكم بس بالانسبيريشن بس واحد يعني ايش اسم النيوكليوس رح يكون سوليتاري اللي هي نيوكليوس منفرده بس واحده. اوكي طيب هلا بيحكي لي زي ما حكينا انه انا اكيد هاي النيوكليوس رح يكون في ترمينيشن لا نيورونز جاي من مكان تاني ماخذ معها امبلسز انه اللي هي الرسائل يعني او سيجنلز حتى تروح تحكي لهاي السنتر انه اعمل كذا واعمل كذا. فهي سنسوري تيرمينيشن فيها للكرانيال نيرفز التاسع والعاشر والجلوسوفارينجيال والفيغاس اللي جايين من الثوراكس ومن النك. اوكي هلا طيب بعد ما انا حفزتها وحريحه حفزت لي العضلات هذول بنتج إشي اسمه الرامب سيجنال. تمام، هاي الرذم اللي بمشي عليه يعني انا مثلا هي لما حفزت الانسبيريشن حفزت عندي انقباض العضلات ما هي عملت انسبيريشن صح. طيب الانسبيريشن لما يوقف بتبعه اكسبيريشن باسيفلي صح. هلا هاي الريذم اللي صار هيك هاي بنسميها ايش الرامب سيجنال. طيب فهون بحكي لي انه اللي بيصير انه لما تشغل هاي الريسبيراتوري سنتر لما تشغل حالها لثانيتين رح تعمل انسبيريشن. بعدين لما يوقف هاي الانسبيريشن تلقائيا رح يصير في عندي ايش ريلاكسيشن لهاي العضلات فرح يصير في عندي لثلاث ثواني اكسبيريشن. تمام، ثلاث ثواني expiration وهي دليل ثاني على إنه إيش expiration أطول من inspiration. بعدين رح ترد ترجع لأنها cycle. تمام، أنا ما بوقف أنا بتنفس مرة واحدة بس، لا هي cycle متكررة. فباخد كمان مرة ثانية تان بعمل inspiration بعمل فيها إيش activation لهاي العضلات وانقباض لهاي العضلات. بعدين توقف inspiration برد برجع ثلاث ثواني اللي هي off بتكون طبعا هون عاملة off للعضلات off للrespiratory center. تمام، مش الريسبيرس تحديدا يعني اللي هي الدورسال جروب. تمام، هاي هي الرامب سيجنال. تمام هلا في عنا المجموعه الثانيه او اللي هي خلينا نحكي الجروب الثاني اسمه الفنترال ريسبيراتوري جروب. فنترال ريسبيراتوري جروب لا هي ال شو اسمها النيورونز الموجوده فيها عباره عن انسبيراتوري واكسبيراتوري واكثرها او يعني الغالبيه العظمى هي اكسبيراتوري. تمام، الغالبيه العظمى هي اكسبيراتوري. طب احنا شغلنا يعني انا شغلت اللي هي الانسبيراتوري ماسلز الديافرام وكذا شغلتهم بال شو اسمه من خلال الدورسال جروب. طب شو فائده الفنترال جروب؟ طيب انا متى بحتاج اصلا اني انا اعمل انقباض لعضلات حتى تعمل لي اكسبيريشن؟ فكر فيها، الكوايت اكسبيريشن اصلا بيحتاج لعضلات؟ لا، هو عباره عن بس ايش بس ريلاكسيشن يعني عباره عن بس هاي لما توقف عن الشغل رح يصير فينا اكسبيريشن. تمام، هذا المنطق. طيب فاللي بيصير هون لا، اني انا لازم اعمل بدي اعملها اكتيفيشن يعني انا قاعد بعمل اكتيفيشن للعضلات صح، بالاخر لازم تعمل لي اكتيفيشن للعضلات هاي السنترز. فلما تعمل اكتيفيشن للعضلات هاي العضلات انا مباشره رح اربط انه والله هي عباره عن فورسفول اكسبيريشن رح يكون. فبتشغلي عضلات مين؟ عضلات المعده، عضلات الاكسترنال الانترنال انتركوستال. تمام تمام، او مثلا في حاله الاكسرسايز انا بحتاج اني اعمل فورسفول اكسبيريشن بحتاج اني اشغل كمان عضلات زياده. تمام، هلا هون مدامها انسبيراتوري اكسبيراتوري بدي اربط انه هون في عندنا تو نيوكليوس ضمن هاي المجموعه ايش اسمهم اللي هم الامبيجوس والريترو امبيجوس. بصراحه ما بعرف اذا قراتها صح ولا لا بس المهم هلا هذول التو نيوكليوس ايش بيعملوا لما يصير لهم اكتيفيشن لما انا بدي اعمل فورسفول اكسبيريشن. انا قاعده بعمل رياضه بعمل كذا هون بتروح بتعمل اكتيفيشن لمين؟ برضه للموتور نيورونز. موتور نيورونز هي اكيد رح تروح تعمل لي اكتيفيشن لعضلات حتى تنقبض زي الريكتاس ابدومينانس والترانسفيرسس ابدومينانس والانترنال اوبليك ماسل وهي الاشياء. اوكي، وبرضه كمان الاكسترنال والانترنال اوبليك انترنال
internal intercostal muscles حتى تعمل لي إيش forceful expiration 100%. طيب هدول هم اللي بيشغلوا لي الإكسبيريشن والإنسبيريشن، بيعملوا لي الرام سيجنال أو بيشغلوا لي الفورسفول إكسبيراتوري موسلز. طيب هلأ هاي أي إشي في جسمنا بيشتغل إنه مثلاً والله يعمل لي كذا أو يشغل كذا أو هاي، لازم يكون في عليه موديوليتر صح، لازم يكون في إشي بتحكم فيه بقلل منه، بيعمل له أكتيفيشن، بيعمل له إنهيبيشن صح. صح في عندي بالبونز، تمام بالبونز اللي فوق الميدلة أوبلونجاتا، في عندي two centers أو برضو كمان هيك two centers. خلينا نحكي بالأعلى، أعلى البونز في عندي إشي اسمه نيوموتاكسيك، تمام نيوموتاكسيك سنتر. نيوموتاكسيك سنتر هاي وظيفتها إنها تروح تعمل إنهيبيشن لمين؟ للدورسل. تمام أنا لما أعمل إنهيبيشن للدورسل إيش إجيت شو عملت على الرامب سيجنال؟ أنا قطعت الإنسبيريشن، يعني قللت من الإنسبيريشن. لما قللت من إنسبيريشن ما أخذت O2 كافي، وبرضو كمان لما عملت إكسبيريشن أنا ما طلعت O2 كافي. فبالتالي اللي بيصير إني أنا لما أعمل إنهيبيشن للدورسل، يعني أنا قل يعني أنا عملت زي إنهيبيشن للرامب سيجنال، يعني أنا قللت من إنسبيريشن وقللت من إكسبيريشن، إيش أنا عملت هون بالفنتيليشن؟ بالفنتيليشن ديوريشن أنا قللت منه. طيب انا بدي ما دامني انا بالبرث الوحده ما طلع ما اخذت O2 كافي وما طلعت CO2 كافي، فهون انا بحاجه اني ايش اني اتنفس اكثر من مره بالدقيقه صح. فبالتالي الفنتيليشن كون هاي اصرت، بالتالي انا خلال الدقيقه الواحده بحتاج اني اخذ اكثر من برث تمام، فبالتالي بدي ازيد من الريسبيراتوري ريت بالثانيه بالدقيقه تمام. فهمنا الشغله؟ فهذا اللي بياثر عليه النيوموتاكسيك سنتر تمام، بعمل انهيبيشن لهاي، فبالتالي الرام سيجنال كيف رح تتأثر؟ رح يقل أنا عندي الديوريشن، فبالتالي رح أزيد من الريسبيراتوري ريت، يعني واحد بصير يأخذ هيك نفس قصير بس بصير هيك زي كيف بالهث يعني أوكي، هيك اللي بصير بالضبط أوكي تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي زي ما حكينا هنا إنه كنترول ريت والديوريشن أوف رامب، زي ما حكينا كيف إنه بتقلل من الديوريشن بتزيد من الريت. هلا لو كانت سترونج فرح تقلل من الديوريشن للرامب بشكل كبير، بالتالي رح تزيد من الريسبيراتوري ريت بشكل كبير، وفايس فيرسا بالعكس برضو. لو إنه هي كانت ويك هاي، يعني ما كانت مشتغلة هاي نيوموتاكسيك وخلت الإنسبيراتوري يكون شغال، فبالتالي رح يضله شغال عادي، رح يضله شغال ورح يخلي الواحد إنه يضله يأخذ نفس ويطلع إكسبيريشن، يأخذ نفس ويطلع عادي أوكي. طيب نيجي على التحتيها اللي هي الأبنيوتيك أو الأبنيوست، مش عارف صراحة أتأكد من تفريغ شو اسمها بالضبط، وين أنا رحت أو الأبيوستيك سنتر. الأبيوستيك سنتر هاي إيش مالها؟ الأبيوستيك سنتر تتحكم بشغلة بإنها شو تروح تعمل أكتيفيشن لهاي تمام، فبالتالي رح تزيد من الرامب سيجنال، فبالتالي إيش الواحد بيصير يأخذ نفس أطول هيك، وبالتالي الريت اللي رح يكون خلال الدقيقة رح يكون أقل، ولكن الديوريشن هو بتنفس، يعني زي كأنه بأخذ نفس عميق تمام، فبنسميها إنه بيكون دبث تمام، بيكون إنه depth inspiration أو depth expiration هيك، يعني بيكون فيه deep، يعني أنا ماخذ نفس هيك deep أوكي. أنا مصلي محمد، فهنا هاي رح تساعدني بإنه inspiration يكون prolonged تمام، فأنا باخذ نفس عميق وأكيد رح يكون في عنا short expiration. هاي أصلا هي من اسمها apiostic، هاي تعمل إشي اسمه apiost خليني برضو أتأكد من التفريغ عشان ما أهبدلكم، وين راحت؟ هي اللي هي الأبنيوسز تمام. الأبنيوسز هي شغلة أصلا هيك، يعني هي مصطلح لأنه يكون في عنا prolonged inspiration مع short expiration، فبالتالي الريت رح يكون إيش أقل خلال الدقيقة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هلأ كلهم هدول السنترز اللي موجودة بالدماغ في أشياء رح تتحكم فيهم، في سيجنالز رح تيجيها سواء كانت كيميكال أو سواء كانت نيورال سيجنالز تمام تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هلأ نيجي نحكي عنهم هدول. هلأ في عنا برضو كمان هون كمان شغلة برضو جوا الدماغ، في أشياء ثانية بتتحكم بالريسبيريشن زي اللمبك سيستم مثلا. اللمبك سيستم اللي هو حسب ذاكرتي، المشكلة واحد بالنيورو أصلا كان زي
يعني منيح منيح ان امتحنا فيها اصلا. المهم فالحمد لله يعني اللي كل اللي راح. فاللي بيصير انه هون انا الليمبيك سيستم حسب ذاكرتي انه كان ضمن ال هاي ضمن ال خلص مش مهم بدل ما اهبد هسه. المهم انا الليمبيك سيستم لما يصير له اكتيفيشن اثناء مثلا الواحد مثلا لما طبعا هاي بتتحك يعني هاي بتتاثر بايش، بتتاثر بالمشاعر، بتتاثر بهاي الاشياء تمام. فالواحد مثلا لما يكون شام ريحه حلوه اوكي بصير هيك باخذ ديب بريث تمام. ديب بريث هاي ايش معناها؟ اني انا بدي اروح احفز الريسبيراتوري سنتر صح اوكي. فهون الليمبيك سيستم بروح بزيد من شو اسمه بزيد من الريسبيريشن، بزيد من الهاي. واحد باخذ ديب بريث هيك اوكي تمام. برضو كمان في عنا الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس كتير بتحكم بأشياء أوكي. نفس الإشي إنه هون ممكن أنا في حالات ستريس مثلا، في حالات الإكسرسايز، في حالات الهايبوكسيا، هون الواحد برضو يعني بتيجي رسائل للهايبوثالاموس إنه اشتغلي، زيدي مثلا من إنسبيريشن ريت، زيدي من الريسبيريشن ريت، زيدي مثلا من فنتيليشن كذا أوكي. يا إما تلقائيا يعني مباشرة بتروح هي بتشتغل مباشرة على الموتور نيورونز، بتروح على العضلات مباشرة بتتحكم فيها، لا يا إما ممكن انه تروح تتحكم هي بالريسبيراتوري سنتر وتحكي يعني تعملها اكتيفيشن وكذا، وانه هي تروح تتحكم بالعضلات لحالها اوكي. يعني هاي بيكون زي انه في عندي موديفيكيشنز قاعده بتصير على الريسبيريشن اوكي. برضو كمان في عندي سيريبرال كورتكس، برضو سيريبرال كورتكس ممكن تاثر بهاي الايموشنال يعني خلينا نحكي بايموشنال modifications أو emotional signals أو كذا أوكي. برضو cerebral cortex زي ما حكينا بالأول إنه أنا في مرات cerebral cortex هي لح يعني لحالها بتروح لما يعني يبدأ أنا مثلا والله أثناء الإكسرسايز مثلا إيش أول شرارة بتيجي إنه الواحد بيصير يفكر أوكي إني أنا بدي أحرك العضلة كذا، بدي أحرك العضلة كذا. هاي وين بتبدأ بالأول؟ بالسيريبرال كورتكس، بتروح بتودي إشارات لمين؟ للموتور نيورونز بسباينال كورد إنه اشتغل، وروح ودي إشارات لمين؟ للعضلات موجودة بالجسم بعيداً عن الريسبيراتوري سنتر. بعدين هذا الإشي رح يحفز الريسبيراتوري سنتر إنه يلا اشتغل، نعمل موديفيكيشن، نعمل كذا أوكي أوكي تمام. طيب هلا في عندي برضو كمان انبوتس تانية بتروح على الريسبيراتو سنتر، بتعمل عليها يا اما بتثبطها يا اما بتزيدها يا بتتحكم فيها اوكي. في عندنا ايش اسمه اللي هو البروبريوسبترز. هلا البروبريوسبترز هاي عباره عن عن شو اسمها عن زي ريسبترز موجوده وين؟ موجوده في العضلات، في التندونز، في الليجمنتس، في هنا في شو اسمها الجوينتس. ايش اللي بيصير؟ انه الواحد لما يبدا يتحرك تمام، يبدا يعمل رياضه، يعمل كذا، هون لما تبدا تتحرك عندي هاي العضلات وهاي التندونز وكذا، بتروح ايش هاي الريسبترز بتتفعل تمام، او هاي الريسبترز بتحس انه اه والله في حركه تمام. فهي بتحس بايش؟ ايش الاحساس تبعها؟ اللي هو الموفمنت. لما تحس انه اه والله في موفمنت قاعد بيصير، في واحد قاعد بيتحرك وقاعد بيعمل اكسرسايز، هذا الاشي ايش؟ هذا الاشي رح يروح يحفز الريسبيراتوري سنتر انه اه والله زيد من الريسبيريشن، زيد من الفنتيليشن، زاد اوكي. هيك اللي بيصير تمام. وبالتالي هي مباشره بتروح تتحكم بالعضلات وبتعمل اللي عليها. طيب هي اول شغله في عندنا البروبريوسبترز 100%. فهي اهم ايش؟ اهم ريسبترز موجوده انا عندي بالاكسرسايز. بعد ما الواحد يبدا يحرك عضلاته، بتروح هي بتنبه انه الريسبيراتوري سنتر انه اه والواحد قاعد بيعمل الاكسرسايز، فيلا اشتغل. في عندنا الايريتنت ريسبترز تمام. الايريتنت ريسبترز هاي عباره عن ريسبترز موجوده بالابيثيليوم تمام، بالابيثيليوم تبع البرونكا، التريكيا، البرونكيولز اوكي. ايش اللي بيصير؟ انها هاي الريسبترز بتتاثر بميكانيكال او بكيميكال خلينا نحكي بكيميكال او ميكانيكال اشارات يعني اوكي. هاي الميكانيكال اشارات هاي زي وجود السبيوتم، وجود الفورين بودي مثلا، او الكيميكال مثلا وجود هيستامين، او وجود مثلا برادكينن تمام. هاي بتروح بتحفزها، بتحفز هاي الريسبترز. هاي الريسبترز بتروح بتحكي للكف والسنيز ريفلكس، هاي بتكون يعني هي منفصله عن الريسبيراتوري سنتر اصلا، بتروح بتحفزها وانه اه يلا خلي الواحد يكح، خلي الواحد يعطس، وجود ونتيجه وجود الايريتيشن هذا اوكي. طيب في عندنا الستريتش ريسبترز. الستريتش ريسبترز هاي اول ما اسمع الستريتش يعني هي ميكانيكال ستريتش راح يكون عندي. ايش اللي بيصير؟ انه الواحد مثلا ممكن وهو بيعمل اكسرسايز انه يصير ايش؟ يصير التايدل فوليوم يزيد، ياخذ ايش؟ ياخذ نفس كثير عالي. هيك الواحد بيلاحظ انه بعد ما يخلص مثلا اكسرسايز بصير ياخذ ديب بريث تمام، بصير هيك زي باخذ كميه كبيره من الهواء. هون احنا بنخاف انه ايش يصير؟ انه الرئه والاير ويز تنتفخ بشكل كبير
تمام. انا ما بدي تنتفخ كثير كثير كثير، ما بدي يصير في عندي اوفر انفليشن لللونج. اوكي، ايش اللي بيصير هلا؟ نتيجه انه صار في عندي ستريتش، نتيجه انه بدخل عندي هواء كبير، تايد الفوليوم كثير، اللهم صل على سيدنا محمد، اتوقع اكثر من 1000 او شيء زي هيك، المفروض انه يكون 500 مل، لو وصل كانه لاكثر من 1000. فهون هاي في عندي ريسبتورز موجوده بالاير ويز وباللونج، بتحس انه بالسموث ماسلز موجوده هون، بتحس انه والله قاعد بيصير في عندي ستريتش عليها، قاعد بزيد في عندي، في عندي هواء زياده موجود، بتروح تتفعل هاي الريسبتورز اللي هي الستريتش ريسبتورز، البرمنت ستريتش ريسبتورز موجوده عندي بالسموث ماسلز، فبتروح بتروح بترسل اشارات ايش، اكتيفيشن الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف بيروح ايش، افيرنت، بعطيني شو اسمه سنسوري امبلسز للنيوموتاكسيك. تمام، انا هون ايش بدي اعمل؟ يعني نفكر فيها، الواحد عنده اوفر انفليشن بده ياخذ نفس زياده ولا بده يقلل من النفس؟ بده يقلل من النفس. فانا بروح على النيوموتاكسيك، بروح بفعل النيوموتاكسيك، اللي هي النيوموتاكسيك ايش بتروح تعمل؟ بتروح تعمل انهيبيشن لمين؟ لا الدورسال ريسبيراتوري جروب. فبالتالي انا اوفر اول ايش عملت؟ انهيبيشن للدورسال ريسبيراتوري جروب، فعملت انهيبيشن وقللت من الفنتيليشن ريت. كل هاي الريفلكس من اول، انه انا لما صرت اتنفس زياده وبعدين حفزت الريسبتورز دول، بعدين روحت عملت كذا واكتيفيشن للنيوموتاكسيك كذا، هاي كلها اسمها الهيرينج برين ريفلكس او شيء زي هيك، مش متاكده من السبيلنج، يعني شيء زي هيك، هيرينج برين ريفلكس. اوكي، المهم في عندنا برضو كمان ريسبتورز، يعني هاي كلها ريسبتورز بالاخر بتتحكم بمين؟ احنا بنلاحظ انها عاده بتتحكم عندي بالريسبيراتوري سنتر، بتعمل يعني موديليشن على الجي ريسبتور. الجي ريسبتورز، الجي ريسبتورز هاي اسمها جاكستا كابيلاري او جاكستا بوزيشن، يعني جاكستا بوزيشن تو كابيلاريز. تمام، بتكون موجوده بالالفيولار بولز، تمام، قريبا من مين؟ قريبا من الكابيلاريز. اللي بيصير هاي متى بتتفعل هاي الريسبتورز؟ بتحس انه والله في ايريتنت chemicals او irritant materials بتطلع عندي من الـ شو اسمها، من الكابيلاريز، من البلود، وبتاثر قاعده على الالفيولار وول، في حالات مثلا الالتهابات، في حالات البولمونري ايديما. فهون انا بهاي الحاله، في حالات البولمونري ايديما والهاي، هون بيكون ايش ال ايش الغازيس اكسشينج ايش ماله، بيكون امبيرد، صح، ما بيكون في عندي او 2 كافيه بالجسم. فبالتالي انا هون ايش بدي احاول اعطي للجسم اشاره انه زيد من الفنتيليشن، حتى تزيد من الاو 2، تزيد من الاكسشينج، يزيد من الاو 2 اللي بوصل للتيشوز، لانه مش كافي، لانه في عندي مشكله، في عندي باثولوجيكال كونديشن. تمام، طبعا احنا سميناها جاي عشان انها جاكستا كابيلاريز، قريبه من الكابيلاريز. يعني هاي في حاله في عندي ايريتنت مثلا، او في عندي بولمونري ايديما، في عندي نيومونيا مثلا، اي شيء هيك ممكن ياثر على الالفيولار وول، ياثر والله انه في عندي نقص بالاوتو، فبيروح ايش، بيروح بيحفز الريسبيراتوري سنتر ان اعملي انسبيريشن اكثر، دخل هواء اكثر، رابيد بريثينج، تمام، حتى الواحد يصير يدخل اكسجين اكثر. تمام، تمام، يعني هي اصلا احنا بنلاحظ انه مثلا مرضى النيومونيا مثلا، او مرضى الازمه، او مرضى هذول، ليه بيكون في عندهم هيك تسارع في بيكون هيك بالهثو، يعني زي هيك. اوكي، ليه؟ لانه هم بدي يعني نتيجه انه المشكله اللي عندهم واللي بتخلي الاوتو قليله، فهم بيحاولوا انهم كريفلكس، خلينا نحكي، او كرد فعل يعني من الجسم، انه بدي احاول باي حاله ممكنه اني ادخل اكبر قدر من الاوتو. تمام، فمن خلال انه بيصير في عندهم رابيد بريذنج، بدي ادخل اكبر قدر من الاوتو. اوكي، اوكي، هلا في عندنا شغله ثانيه اسمها الفيسيرال ريفلكسز. هاي الفيسيرال ريفلكسز هيك يعني اشياء يعني متفرقه، بحكي مثلا اثناء السبولوينج في عندي فيزيكال، ايش بيصير في عندنا؟ فيزيكال ابنيا، يعني انه الواحد بوقف النفس هيك، يعني بوقف نفس يعني. اوكي، اللي بيصير انه مثلا ايش بالسبولوينج، ايش الواحد بيعمل؟ بدخل اللي هو البولس تبع الاكل، الهاي بدخل الاكل، بدخل الفرنكس. هون بالفرنكس في عندي ايش، ميكانو ريسبتورز، بتحس والله انه في عندي اكل موجود جوا الفرنكس، بتروح بتودي اشارات لل شو اسمها الريسبيراتوري سنتر، انه ايش، اهدى، اعمل هيك شط مره واحده، حتى انا اقدر ايش، اقدر ادخل
الأكل على الإيزوفيجس بدون ما يتنفس الواحد. فإحنا بنلاحظ إنه الواحد ما بتنفسه هو بوكل صح، عشان لو يتنفس رح يبلع أو مش رح يبلع، يعني رح تدخل، ممكن يدخل جزء من الأكل على المجرى التنفسي، يصير عنده إسبيريشن. تمام، فعشان هيك أنا بدي أروح أضبط الريسبيراتوري سنتر من خلال اللي هي إنه في عندي ميكان ريسبترز موجودة بالفرينكس، حست إنه آه والله في فود بولس أو في كذا، فإنه يلا أنت وقف وأعمل وقف نفس هيك بس لفترة قصيرة حتى إنه الواحد يبلع ويخلص. برضو أثناء الديفيكيشن اللي بيصير برضو كمان نفس الشيء، بيصير في عنا شورت أبنيا هيك، واحد مرة يعني بحبس نفسه هيك. هلا هذا لما يحبس نفسه إيش بيصير؟ اللونج يعني هو باخذ نفسه بحبسه، فبالتالي اللونج رح تكون اكسباندد، الديافرام نازل لتحت. ما دام الديافرام نازل لتحت فهو قابض، او هو خلينا نحكي انه هو يعني مقلل من مساحه ال شو اسمها الابدومينال كافيتي صح. ما دام الابدومينال كافيتي صغيره وفي شيء مقبوض عليها، فبالتالي ايش البريشر رح يكون فيها؟ عالي. فالبريشر عالي هذا الشيء رح يساعد في الديفيكيشن. اوكي، وفي عنا برضه نفس الإشي بالبريجنانسي. تمام، نفس الإشي بيصير يعني أثناء مش البريجنانسي، أثناء يعني الدليفري. أوكي، برضه نفس الإشي بالفوميتينج هنا، إنه أنا حتى أمنع إنه ليه دي يصير في عندي شورت أبنيا، حتى الواحد إنه ما يعني ما يصير فيه مثلا أسبيريشن لل شو اسمها للفوميتد ماتيريال. تمام، فبعمل بوز للفنتيليشن، بعمل هيك شورت أبنيا. هاي واحدة من visceral reflexes. هلا في عنا برضو كمان temperature ممكن تأثر بشكل directly أو indirectly. هلا بشكل directly بحكي لي إنه the respiratory center نفسه اللي موجود عندي أصلاً بالمدلة أو بلونكاتا يعتبر thermosensitive، يعني برضو كمان بحس بالحرارة. لو حس إنه هو الحرارة مرتفعة راح يقلل من respiration، لو حس مثلاً من الحرارة إنه عالية لا هون الواحد بيحتاج إنه يزيد من respiration. أوكي، بس في عندي برضو كمان إيش indirect. كيف indirect؟ بدي أروح وين نفكر فيها أثناء لما تكون التمبرتشر عالية، يعني ميتابوليزم بالخلايا عالية، ميتابوليزم عالية يعني في CO2 موجود عالي بالدم. تمام، والO2 قليل لأنه الخلايا قاعدة بتستهلكه، بالتالي أنا إيش بدي أروح أعمل؟ بدي أحفز التنفس ولا ما بدي أحفزه؟ أكيد بدي أحفزه حتى أطلع CO2 لزيادة هذا اللي عندي. تمام، لما تكون الحرارة عالية أنا بدي إيش؟ بدي يصير في عندي زيادة نفس. أنا خربطت اللي حكيت إنه بيقلل النفس، لا، لما تكون الحرارة عالية رح يزيد النفس. أوكي، حتى أحاول أطلع CO2 قدر الإمكان وأدخل CO2 أدخل O2 بدالها. أوكي، فرح يصير في عندنا هايبر فنتيليشن لما تكون الحرارة عالية. برضو كمان يعني هيك معلومة من زيادة، حتى التمبرتشر برضو بتأثر على مين بتأثر بالتمبرتشر أو بتحسس للتمبرتشر؟ الهايبوثالاموس. نفس الشيء برجع لمين؟ للهايبوثالاموس، إنه برضو بتحكم أو تتحسس بين التمبرتشر. فبالتالي الهايبوثالاموس ممكن تحفز، ممكن تأثر على الريسبترز، أو ممكن تأثر مباشرة على العضلات. أوكي، برضو السليب، يلا الناموس بعدين. اللي بيصير بالسليب إنه الريجوليشن بتقل. تمام، عشان هيك بنلاحظ إنه في بعض الناس بيصير في عندهم إيش، بوقف عندهم النفس فجأة وهم نايمين، بصير في عندهم إيش sleep apnea. هيك فجأة وهم نايمين ولا هم موقف النفس عندهم بيصحوا هيك فجأة. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. ليه؟ لأنه أنا بطل في عندي أو قلت كثير الريجوليشن أصلاً لكل عملية، يعني بطلت أحس بإنه CO2 عالي. مثلاً لو زاد عندي CO2 أنا نايمة ممكن ما يحس فيها الجسم ويروح يتحكم بالريسبيريشن زي لما أكون صاحية. تمام، فما يكون في كنترول منيح بشكل هاي، يعني بتقل السنسيتيفيتي مثلا للسي او 2. فبالتالي رح يصير مثلا في الريم سليب اللي هو الريم سليب اللي هو واحد لما يكون حسب ذاكرتي، اللي هو لما يكون انه خلص يعني داخل بالنوم، يعني انه ديب بالنوم. اوكي، فهنا ممكن انه يكون في حالات اللي هي بتكون انه النفس irregular اكثر لانه ما في عندي كنترول عليها بشكل كبير. ولكن اول اشي اول مرحلة النوم يعني اللي slow wave بيكون لسه يعني بكير هلأ نام، بالتالي بيكون لسه يعني في عنا regulation اكتر على شو اسمه على هاي على اللهم صل على محمد على التنفس. هلا في عندنا الام للريجوليشن زي ما حكينا بالاخر، اني انا بدي اعمل ماتشنج للبودي نيدز اوف O2 اند CO2. يعني انا في حالات مثلا واحد صار عنده هايبوكسيا، صار عنده هايبركابنيا، عنده هكذا، هون فورا انا بروح بحكي وبحفز
الجهاز هذا أو الريسبترز هذولا والكلي الكل السنتر هذا حتى إنه يشتغل ويتحكم ويعمل ريجوليشن للريسبيريشن. أوكي أني تشينج إن أونتو أن سي أو تو والأتش بلس والإيش أفكت فنتيليشن تمام، وبالتالي رح تكون هاي تعتبر سيجنالز للريسبيريشن. فمين هي السيجنال لما أنا بتحكي عن كيميكال سيجنالز اللي بتأثر على الريسبيريشن بتزيده أو بتنقصه؟ أتش بلس سي أو تو وأو تو تمام تمام. في كل هذا أنا مسميه chemical regulation تمام، chemical regulation تمام. فالchemical regulation هاي أو الchemical خلينا نحكي تركيز هاي المواد CO2 والO2 والH+ تعتبر كإنبوت. هاي بتروح بتودي رسائل لمين؟ respiratory center. بس هل رح نعرف هل هي بشكل directly ولا indirectly بتروح؟ هل رح نعرف؟ أوكي بالتالي respiratory center رح يتحكم بالrespiration، رح يزيد ورح يقلله بحيث إنه يرجع التركيز هدول الكيميكلز للشكل الطبيعي، يعمل مينتين للحالة الطبيعية للجسم يعني، اللي بتكون هاي هي الاوتبوت. اوكي اوكي اللهم صل على سيدنا محمد. اوكي فهلا اللي بيصير هنا انه انا تركيز لو حكينا هو الانبوت تركيز الاوتو او سي اوتو او الاتش بلس ما بيكون دايركت بيروح بياثر على الريسبيرت سنتر، لا بياثر اول إشي على كيم او بتحس فيه كيمو ريسبترز، بتحس انه اول اوتو قليل والاوتو عالي ولا كذا. وفي عندنا تو كيمو سيب ريسبترز من سنتر والبريفير بتروح بتاثر بعدين على الريسبيرت سنتر، يا اما تحفزها يا اما بت 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 بتعملها انهيبيشن عشان تتحكم بالاخر بالريسبيريشن. هلا في عندي central chemo receptors centrally يعني ما أقصد إنه وين موجودة بالCNS. أوكي وين موجودة تحديدا؟ موجودة بالميدلة أوبلونجاتا جاي أنتيرو لاتيرالي تمام، بالميدلة أوبلونجاتا. هاي central chemo receptors موجودة قريبة من respiratory centers. هاي بتحس في إيش؟ طب لو أنا بدي أفكر فيها مين اللي بيقدر يدخل على الهاي؟ هل H plus قادر على إنه يدخل والله على الهاي على ال على C على ال من خلال blood brain barrier ولا ايش ايش اللي بيصير بالضبط؟ يعني كيف هاي الريسبترز الموجوده جوا الدماغ رح تتاثر بتغيرات الاوتو او السي اوتو او الاتش بلس؟ بيحكي لي انه هدول مين اللي بتاثروا بمين اكثر شيء بتاثروا بمين؟ بالاتش بلس. طيب الاتش بلس كيف دخلت؟ الاتش بلس مستحيل تدخل من blood brain barrier. كيف دخلت؟ السي اوتو قادره على انها تخترق blood brain barrier، وبرضه كمان السي اس اف blood barrier دخلت على السي اس اف السي او 2 رح تتفكك من خلال المعادله بنعرفها الاتش 2 او بتعطيني الاتش 2 سي او 3 بعدين اتش 2 سي او 3 بعطيني اتش بلس بعطيني اتش سي او 3 ماينس تمام. فالشيء الاساسي اللي خلى الاتش بلس تكون موجوده جوا البلاد برين جوا الدماغ وتاثر على هدول الريسبترز من هو وجود السي او 2 جوا الدم تمام، وجود السي او 2 جوا مش وجود السي او 2 جوا الدماغ. اوكي دخلت من خلال البريد برين بارير وسي اس اف بلاد بارير اللي هو اوكي. فبالتالي رح ياثر عليهم الاتش بلس فيسنسيتيف بس للاتش بلس مينلي يعني بالسي اس اف، والسي او 2 كروسز بلاد برين بارير بعدين لازم انها تتحك يعني لازم 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 سي او 2 حتتاثر على هاي سنترال ريسبترز لازم تتحول لاتش بلس تمام. يعني نفهم شغله انه الاتش بلس هي المين اللي بتاثر على مين؟ على هاي السنترال ريسبترز، ولكن الاتش بلس ما بتدخل من البلاد برين بارير. طب هون كيف بدي احل هاي المشكله؟ بدخل السي او 2 بعدين بحولها لاتش بلس. اوكي اوكي طيب هلا في عندنا بريفيرالي في عندي مين؟ مين هدول البريفيرال كيمو ريسبترز؟ في عندي الايورتيك بوديز وفي عندي الكاروتيد بوديز. الايورتيك بوديز موجوده بالايورتيك ارتش والكاروتيد بوديز موجوده وين؟ at the bifurcation of common carotid artery into mean into the external carotid artery and internal carotid artery تمام. هناك بلاقي الكاروتيد بوديز هدول ايش مالهم؟ عباره عن peripheral chemoreceptors. طيب وهاي طبعا هدول خلص هم بالدم يعني هم مش بحاجة مثلا والله انه بس يوصل لهم CO2 او بس بوصلهم O2 او بس بوصل لهم H+ لا هم عادي بوصل لهم اي شيء موجود ما دام موجود بالدم فهم عادي يعني senses اي تغيرات في O2 او CO2 او H+ اللي موجودة في الدم عادي بتحك يعني بتأثروا فيها كلياتها. اوكي ولكن مين اللي انا بهمني مين الO2 ورح نحكي له قدام ليه تمام نحكي له مين اللي انا بهمني انه هدول البريفيرال كيمو ريسبترز يتحسسوا للتغيرات بالO2. هلا الكاروتيد بوديز طيب هلا احنا بنعرف انه لو اي صار عندي اي تغير بالاوتو مثلا
او بالسي او تو او كذا، راح تحس فيها مين؟ الكاروتيد بوديز مثلا. خلينا نحكي هلا هاي عباره عن ريسبترز بتودي رسائل لمين؟ ريسبيرتو سنتر، حتى يشتغل صح من خلال مين؟ طيب الكاروتيد بوديز موجوده وين؟ بالنك. حكينا اي رسائل راح تروح للدماغ من النك مين باخذها؟ الجلوسافارنجيل. تمام، بعدين بتروح لوين؟ بتروح للدورسال جروب حتى تحفز الريسبيريشن مثلا. تمام، الايورتيك بوديز لا، الايورتيك ارتش احنا بنعرف انها موجوده بالثوركس صح، بالسوبيريو ميديستاينم، عشان هيك الفيغاس هو اللي رح يودي هاي الرسائل للدورسال جروب ويحفزها. تمام، ما صلى على سيدنا محمد. اوكي هلا خلينا نشوف. طيب هيك امثله على التغيرات اللي بتصير. هلا بحكي لي مثلا انا في عندي السي او 2 زاد بالارتيريال بلود. تمام، هلا لما يزيد السي او 2 بالارتيريال بلود بقدر يروح برضو كمان على البلود برين بارير وعلى السي اس اف بلود بارير ويخترقهم صح. طيب هلا السي او 2 صار موجود جوا الدماغ. تمام تمام، السي او 2 ما دام موجود جوا الدماغ فهو ممكن ياثر على سنترال كيمو ريسبتور زي ما حكينا، بس بياثر عليهم من خلال مين؟ خلال الاتش بلس. بتحول اول شيء للاتش بلس وراح ياثر على السنترال كيمو ريسبتورز. تمام، وهو حكينا انه most powerful stimulus على central chemoreceptors مين هي؟ الـ H+. تمام، أكثر إشي بيأثر على central chemoreceptors هي الـ H+ من بيناتهم. أوكي أوكي تمام، هاي أول إشي. ثاني شغلة، كون الـ CO2 برضو كمان موجود بالـ arterial blood فعادي برضو كمان peripheral chemoreceptors هتحس إنه الـ CO2 عالي. تمام، فبالتالي بيكون في عنا direct effect من الـ CO2 مباشرة على هاي peripheral chemoreceptors، بتروح من خلال الـ vagus أو الـ glossopharyngeal بتودي إشارات لفوق. أوكي أوكي، بس مهم نعرف انه السي او 2 تاثير، يعني تاثير اللي خلل اللي صار عندي بالسي او 2 وتصحيحه كان من خلال سنترال كيمو ريسبتورز او بريفر كيمو ريسبتورز. مين كان بيناتهم اكثر؟ سنترال كيمو ريسبتورز. فسنترال كيمو ريسبتورز لما يكون انا في عندي تغيرات بالسي او 2 هي تاثيرها بيكون اقوى. تمام، هي تاثيرها بيكون اقوى. طيب لما اجي على الاتش بلس، لو اجي على الاتش بلس، الاتش بلس ما بقدر لحاله يخترق البلاد برين بارير. فلو انا زاد عندي الاتش بلس، تمام ركزوا معي، لو انا قاعد بحكي عن زياده من الاتش بلس مش من السي او 2، تمام مش اني انا زاد عندي السي او 2، لا مثلا انا والله زادت عندي اي اسيد ثانيه، زاد عندي اللاكتيك اسيد، زاد عندي مثلا الكيتو اسيد اللي هي ناتجه من انه لما الواحد يصوم مثلا او يعني ستارفيشن، في حاله ستارفيشن بيبدا يكسر الفات، بتطلع من الكيتون بوديز هاي الاسيدز. تمام، بتزيد عندي من الاتش بلس بالارتيريال بلود. تمام، هلا هاي الاتش بلس ما لها دخل بالسي او 2. تمام، فانا ما بقدر اروح اوصلها للدماغ، ما في لها واسطه السي او 2 تروح على الدماغ والسنترال كيمو ريسبتورز تحس فيها، لا هون بس البريفيرال كيمو ريسبتورز هي راح تحس. تمام، فلو الاتش بلس هون النون كاربونيك، تمام راح بالارتيري بلود زاد، بالتالي هذا الاشي رح يعمل لي اسيدوسيس، سواء بحكي عن مثلا في حالات الديابيتيك كيدو اسيدوسيس او في حالات انه اللاكتيك اسيد زاد عندي اثناء الاكسرسايز. نعرف الاكسرسايز لانه ايش؟ في حالات بعض العضلات، لانه في بعض العضلات بتصير تعتمد على الفيرمنتيشن، لاكتيك اسيد فيرمنتيشن، بتصير تنتج لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد هذا بزيد عندي بالدم. تمام، هلا هون بيروح بيحفز مين؟ البريفير كيمو ريسبتورز. انتبهوا انها مش سنتر كيمو ريسبتور، لاني بحكي عن مين؟ اتش بلس ما بتقدر تخترق البلاد برين بارير. هذا الاشي راح يحفز بالاخر اللي هم شو اسمها السنتر، حتى انه يعمل هايبر فنتيليشن. ما دام في عندي هايبر فنتيليشن يعني انا راح اطلع سي او 2 اكثر. تمام، بالتالي راح اتخلص من الاتش بلس. ولاحظوا هون اني انا رجعت لمشكله مين؟ سي او 2. طب ليه انا بدي اطلع سي او 2؟ المشكله اساسا ما كانت من انه سي او 2 عالي. طب هو نفس المشكله بالاخر، ما هي سي او 2 بتحف يعني بتساهم بانه الاتش بلس تكون عالي بالدم صح. فانا لو تخلصت من السي او 2 فانا بكون عامله خير يعني بالاخر. اوكي، لان انت خلصت من اتش بلس باي طريقه عادي. اوكي اوكي، وهي كلها بتفيدني بالاخر بالاسيد بيز بالانس. تمام، فهيك احنا بنكون خلصنا اهم المواضيع يعني بهاي المحاضره. خلينا نرجع هيك بس بعشر دقائق هيك اشي، خلينا هيك سريع يعني نرجع على التفريغ. اوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. اول شيء زي ما حكينا انه انا عمليه البريدنج، زي ما حكينا عمليه مش بس تصير عندي مره واحده، لا هي عباره عن كونتينوس سايكليك باترن تو سستين لايف بروسس، لازم بشكل مستمر انا بشكل تلقائي ومستمر ومنتظم لازم اضلني اتنفس. انسبيريتوري ماسلز ماست ريثميكلي كونتراكت اند ريلاكس تو الترناتلي فيل ذا لانجز وذ اير اند امتي ذم. 100% زي ما حكينا. هلا هاي الريثميك باترن المتناسق او المتناغم هذا از استابليشد باي سايكليك، يعني انا اكيد ما انقبضت عندي العضلات بهذا الاسلوب وبهذا التناغم الا لانه كان جاي في منها جاي لها امبلسز من فوق بتحكي لها سايكليك نيورال اكتيفيتي تو ذا ريسبيرتوري ماسلز متحكمه فيها بشكل منيح. اوكي
ما في عندي شغل، يعني ما في عندي شغل هيك بيكون سايكليك ومنظم، الا لما يكون في عندي تنظيم يعني اصلا من الجهاز. في هنا regulation of respiration. The activity of respiratory center okay is controlled by ايش؟ في عندي nervous stimulus زي ما كنا نحكي هلا، كيف انا بتنتقل عندي من vagus nerve والهاي، وبتحكم بعدين بال شو اسمه respiratory center، وبرضه كمان من الكورتكس مثلا ممكن تجيها رسائل من الهايبوثالاموس، ممكن تجيها نتائج من الـ شو اسمها الليمبيك سيستم مثلا اوكي، او كيميكال ستيمولاي زي ما حكينا انه في التغيرات بالسي او 2 بالـ H بلس وهاي الاشياء اوكي. طب هلا components of a neural control of respiration، حكينا في عندنا الكومبوننتس يعني اوكي انا بعدين ايش يعني اوكي لما انا اتحكم بهاي الريسبيرت سنتر انا شو قاعده بعمل؟ انا قاعده اول إشي بعمل جينيريشن لاكسبيريشن وانسبيريشن، اصلا قاعده انا بكون انسبيريشن وانسبيريشن هو اصلا المحفز الاساسي، alternating inspiration expiration rhythm. برضو كمان انا بعد ما يصير يعني بعد ما خلص انه شغلت الانسبيريشن والاكسبيريشن بدي اتحكم فيه، بدي اعمل عليه ريجوليشن للماجنيتيود اوف ذا فنتيليشن ريت والدبث اوف بريذنج to match body needs، وبرضو كمان رح أعمل modification هيك على respiratory activity. أوكي؟ أوكي. هلأ نيجي على neural control، على respiratory control center. في عنا two centers اللي هم المدلل respiratory center موجود بالمدلة أوبلونجاتا، بتكون من aggregations من neural cell bodies حكينا موجودة بالمدلة أوبلونجاتا، بتعطيني output to the respiratory muscle. إحنا حكينا هدول اللي هم dorsal and ventral، هدول بالأخير ما تحفزوا رح يعطوني output، رح يحفزوا العضلات تمام. Two other respiratory centers موجودين higher in the brainstem تمام، بالبونز تحديدا pneumotaxic والapneustic ايش center. هلا هاي البونتين centers influence output from the medullary respiratory center، يعني واحد اصلا بيكون مشغل العضلات عنده بس بده يصير في عندي modification على هاي الاوتبوت تمام، من خلال مين؟ من خلال هاي بسم الله، من خلال apneustic أو pneumotaxic centers تمام. المدلل receptory center consists of two neural clusters اللي هم حكينا عنهم ventral والdorsal. dorsal respiratory group بتكون من inspiratory neurons زي ما حكينا whose descending fibers terminate on the motor neurons that supply the inspiratory muscles. أما الventral respiratory center زي ما حكينا أو الجروب بتتكون من inspiratory neurons وexpiratory neurons، وحكينا إنه نربط هون في عندي inspiratory expiratory إنه عبارة عن two nucleus. هلا هاي دائما يعني لو حكى لي انه مين اللي بيكون شغال اثناء ال quiet respiration فورا بحكي له بس الدورسال، لان يعني الفنترال بس بتشتغل بالفورسفول تمام، فهي دائما بتكون inactive during quiet بس بتكون مهمه بالactive expiration تمام او الفورسفول expiration. طب نفصل الدورسال group of neurons، بتكون حكينا من النيو اللي هي اللي ايش الاي يعني inspiratory neurons. هلا هي تقريبا ب 95% هي inspiratory neurons في الغالبيه العظمى. وين موجوده؟ بالدورسال portion من المدلة اوبلونجاتا من اسمها يعني. most of its neurons are located within the nucleus of ايش tractus solitaris، وحكينا نربط solitaris يعني solitary يعني ايش يعني إشي وحيد، فبالتالي بس inspiratory neurons which is sensory termination of afferent fibers. حكينا انه لازم انا يجيها مين رسائل، هاي رسائل رح تجيها من مين؟ من الفيجاس ومن الاكزوسوفارينجيال نيرف، فلازم التيرمينيشن لهاي النيرفز تكون وين موجوده؟ بهاي النيوكليوس هي تراكتس سوليتاريس. ذا ريسيف امبلسز فروم بيريفيرال، يعني مين اللي طب هاي النيرفز من وين رح تيجي؟ من وين بتيجي يعني من وين بتجيب هاي الرسائل؟ هاي الرسائل بتيجي من البيريفيرال كاميرا ريسبتورز زي ما حكينا صح، ايورتيك كاروتيد بارو ريسبتورز او اللي هي نفسها الكاميرا ريسبتورز حكينا عنهم، وبرضه كمان في عندي ريسبتورز ثاني الستريتش ريسبتورز اللي هذول حكينا عنهم برضه اوكي. هلا dorsal group of neurons او الانسبيراتوري رامب سيجنال تمام. in this group inspiratory رامب signals are produced spontaneously تمام، طول ما هي شغاله طول ما انا قاعده بتنفس قاعد بيصير في عندي رامب سيجنال. if we cut the medulla oblongata from other parts of the brain تمام، يعني انا بس هيك اخذت المدلة أبلونجاتا لحالها فصلت عن البرين فصلت عن اي افيرنت نيرفز، بحكي لي سبحان الله سبحان الله سبحان الله inspiratory رامب signals are produced with which indicate that is its ash inherit property of the medulla. يعني هاي المدلة كيف مثلا احنا كنا نحكي انه انا لو اخذت مثلا اللي هو الـ شو اسمه النفرون بالكدني مثلا، كيف لو اخذته طلعته هيك لحاله رح يضل يشتغل كونه هو يعني بيشتغل لحاله اوكي. نفس الاشي مثلا خلينا نحكي عن القلب، عن شو اسمها هاي البيس مايكر اللي موجودة بالقلب تمام، الأسنود هاي موجودة بالقلب، هاي برضو كمان أنا لو شلت القلب وفصلته عن النيورونز وكل إشي برضو رح تضلها شغالة نفس الإشي هون تمام، رح يضل رامب سيجنال يتكون عندي. initially the signal is weak and then it's broken. هلأ بالأول بيكون هيك weak
بعدين واحد الانسبيراتوري سيجنال لثانيتين بتزيد، بعدين خلص بتوقف، فبيصير في عنده اكسبيريشن لثلاث ثواني. تمام، هاي الانكريزنج هاد ايش اللي هي الانسبيريشن. اثناء الاكسبيريشن بيصير في عندنا فيدينج اواي. هلا اي ترام سيجنالز ديوريشن از 2 سكندز اللي هي الانسبيريشن، اند ذن فور 3 سكندز اللي هي الاكسبيريشن، بتكون اوف اصلا يعني ما في عندي رام سيجنال. وايتش سايكل حكينا بالاخر رح تاخذ ايش 3 زائد 2 5 تمام، وخمسة، وهدول يعني هاي كل بريث تمام اللي هي الخمسة سكندز، وأنا في عندي أثناء الدقيقة في عندي 12 تمام، في 12 سايكل لكل هاي، واللي هي تعتبر أصلا respiratory rate تمام. causes progressive expansion of the lung، هي أصلا هاي drum signal هي نفسها inspiration اللي قاعد بيصير عندي inspiration expansion، بالتالي بيصير في عندنا إيش progressive expansion of the lung أثناء inspiration، بيزيد عند the volume of lung نفس الأشياء اللي حكينا عنها inspiration. هلا rate تمام إنه قد أنا في عندي بالدقيقة، والديوريشن قد بتستغرق هاي ال شو اسمها ال inspiratory أو ال expiratory signal of inspiratory drum signals are controlled by impulses from the pneumothoracic center and impulses from the lungs via vagus. يعني ممكن في أشياء ثانية بتتحكم مباشرة بال dorsal group وبتخليه يتحكم بالديوريشن أو يأثر على الديوريشن أو على الريت، أو مباشرة من خلال pneumothoracic center. هلا بحكي لي مثلا مثال عنه كيف اتحكم بالديوريشن. if there is decrease in the inspiratory period اللي هي كانت اصلا 2 سكند صارت نص سكند تمام، الواحد زي كانه واحد بيصير بلاحق على النفس يعني اوكي، that means the lung won't be filled with ash or two، بالتالي expiratory process will take less time تمام، برضو كمان حتى الاكسبيريشن رح يكون اقل لانه انا ما دخلت اوتو كافي، بالتالي حتى برضو كمان عملت اكسبيريشن رح تكون مقابله لها رح تكون برضو وقت اقل، فكل سايكل ما رح تاخذ زي ما حكينا خمسة، لا رح تاخذ اقل يعني من 1 ل 1 ونص seconds. فبالتالي هذا الشيء رح يزيد من respiratory rate. ليش؟ حتى أعمل compensation يعني أحاول إني قدر الإمكان أخذ أكبر كمية، لأني أنا أصلاً نفسي إيش ماله سريع تمام، فبيكون جوا بنفس الدقيقة بيكون إيش ماله في أكتر من breath. pneumothoracic area will control the duration of ventilation. أوكي، كل هاي الأشياء إنه مين بتحكم الduration وكذا، pneumothoracic أو زي ما حكينا في عنا يعني signals من برا. if we have تيجي من vagus أو تيجي من whatever يعني أي مكان. هلأ وكان في عندنا نص second for inspiration that means sometimes you will have more than 30 to 40 cycle per minute زي ما حكينا إنه أثناء بالدقيقة يعني. the other way it can decrease to the مش مهم. okay. هلأ في عندنا the ventral respiratory group in neurons. هلا هاي وين موجودة؟ حكينا بالventral portion من مدلة أملونجاتا، وحكينا nucleus ambiguous وريترو ambiguous، وفي عنا هون تعتبر تنتين، في عنا نيورونز موجود في inspiratory expiratory، ولكن خلاص أنا يعني أهم شغلة فيها طبعا برضو كمان expiratory يعني forceful inspiration برضو كمان هاي تتحكم فيه، بس مين اللي هي يعني expiratory neurons forceful expiration not involved in quiet يعني باليوبنيا. اليوبنيا يعني اليوبنيا التنفس الطبيعي يعني quiet، لا بس بصير stimulation حكينا لما أنا بدي أزيد من ventilation rate يعني بدي أزيده على يعني بدي أزيده على الحد الطبيعي تمام، أعمل forceful inspiration أو forceful expiration. فأثناء مثلاً exercise هاي مثال عليها. أوكي، هاي الأشياء أصلاً إحنا حكيناها. neural control نيجي نحكي عن الكنترول الثاني اللي هي بتحفز أو بتعمل modification على الهاي. pneumothoracic وال apneustic center. respiratory centers in the pons exert fine tuning influences يعني بتعمل influence على شغل ال respiratory centers اللي حكينا عنهم المدلري centers تمام، فهي بتعمل modification للactivity عليها. طيب هذا pneumothoracic center send impulses to the ash. طيب زي ما حكينا ان pneumothoracic center مباشر بتعمل ايش inhibition على او switching off للدورسل تمام، فبالتالي ايش رح تعمل ram single ram سيجنال ايش رح تعملها رح ايش رح تأثرها تمام، فليمتينج ذا ديوريشن اوف انسبيريشن. فهاي موجوده وين بالابر بونز زي ما حكينا، بتتكون من تو نيوكلياي، هاي الكوليكر فيوز اند نيوكلياس بارا براكياليس، هذول اللي هي بتتكون منهم النيوموتاكسيك سنتر. سيجنال فروم ذس سنتر ار ترانسميتد تو ذا دورسال جروب اوف نيورونز تو كنترول ذا ريت اند ذا ديوريشن اوف انسبيريشن. طيب زي ما حكينا، فأنا لما تتحفز هاي رح تعمل inhibition، فبالتالي رام سيجنال إيش مالها رح تصير فيها inspiratory، هاي رح تقل مدتها بالتالي رح يزيد عند respiration rate لو كانت strong يعني terminated early، فبالتالي ما بلحق أصلا أخلص inspiratory هاي cycle. والسيجنالز بتكون weak زي ما حكينا vice versa رح يكون العكس. هلأ في عنا الأبنيوستيك سنتر
not well understood and it's not and it's located in low lower bones. The physiological role is not certain. زي ما حكينا بصير فينا apneosis, بصير فينا prolonged inspiration, حالة pathological يعني with short ish expiration. بالتالي هي أصلا إيش بتروح تعمل؟ هي مدام بتعمل prolonged inspiration فهي لازم تروح تعمل activation لمين؟ لا ال dorsal group, أو إنها يعني هي بالمعنى الثاني يعني إنها هي بتمنع ال switching off, يعني بتعمل switch on. سبحان الله. أوكي, نيجي نحكي هيك بسريعا عن nervous regulation. مش عارف صراحة لو نمر عليهم سريعا, بس أنا حكيتهم كلياتهم. فأنا بحكي إنه لو عملنا skip doesn't matter صراحة, لأنه كل إشي كل إشي يعني أنا غطيته بالشرح كل هاي الأشياء. بس هون مثل جوز إنه بالvisceral reflexes ما حكينا شغلة إنه the inspiration heart rate increases and during expiration it decreases. تمام, برضو هاي من الvisceral, يعني إنه الواحد لما يزيد الهاي برضو هاي لها دخل بالventilation perfusion ratio لو نتذكرها. أوكي, فأنا بدي أحاول إني أنا زاد عندي perfusion فبدي أحاول إني أزيد من الventilation. أوكي, فهي تعتبر زي هيك يعني إشارة للهاي إنه أوه زيد من respiration. هاي كل الأشياء حكيناها. وهون الchemical factors كان magnitude of ventilation في عندي بتحك يعني مين بتحكم فيه, اللي هي إيش chemical factors PO2 اللي هي يعني ال concentration يعني أو مش ال concentration اللي هي ال partial pressure تبعت ال O2 ال CO2 وال H plus concentration. فحكينا إنه أنا بتحكم بالnormal range وبحافظ عليه بالnormal range من خلال إني أتحكم بالmagnitude of ventilation, سواء أنا بحكي عن الrate أو الdepth أو الفترة اللي بتنفس فيها to match the body needs. وهذا الهدف الأساسي أصلاً كان من regulation كلياتها, to keep إيش to keep هدول حكينا ال O2 وال CO2 هاي الأشياء كلها within normal limits زي ما حكينا. زي ما حكينا إنه هاي الchemical stimuli تغيير هاي الأشياء ما بتأثر مباشر على ال respiratory center, لا بروح إيش على الكيمو ريسبتورز بالأول, سواء كانت بريفيرال أو سنترال بحاجة بتأثر عليها بالأول. أوكي, هلا في عنا الكيمو ريسبتورز, في عنا سنترال كيمو ريسبتورز موجودة بالكيمو سينسيتيف أريا, موجودة أنتيرو لاترالي بورشن بالميدالة أوبلونجاتا قريبة من الريسبيرتوري سنتر. ومين ستيمولس لهاي مين حكينا؟ الاتش بلس. تمام, تغيرات بالاتش بلس بالسي اف اس سي اس اف. ولكن زي ما حكينا إنه الاتش بلس ما بتقدر تدخل, لازم تدخل بالأول السي او 2 تتحول للاتش بلس. يو كانت جيت ات دايركتلي, it should be transported from CO2. هل peripheral chemoreceptors هو الموجودة carotid والaortic bodies ال peripheral وهي حكينا مودام خلص إنها موجودة يعني بالدم. هاي موجودة وين أصلا؟ بالدم بال arteries يعني. أوكي, بتأثر عادي يعني بتأثر فيها ال CO2 أو ال H plus أو ال O2 يعني عادي. but mainly we care about mean ال O2. هلا رح نحكي ليش. ليه؟ لأني أنا بخاف من شغلة إنه يصير في عندي suppression if the partial pressure goes below 40. هلا رح نحكي عن هاي الشغله. كارت بوديز موجوده وين؟ بالانجل. هاي حكيناها كليات هالشغله. والايورتيك وهدول كلهم حكينا عنهم. اوكي, مباشره بتروح على الدورسال جروب تتحكم فيها. وتشنجز بالبي سي او 2 حكينا انه هي بتخترق عادي البلود برين بارير والسي اس اف بارير, فعادي يعني هي موجوده بالبرين تيشو وموجوده برضه بالسي اس اف. وكيف حكينا انها بتتحك يعني بتروح بتاثر على السنترال وبتاثر برضو كمان على البريفيرال. لما تاثر على السنترال بتاثر من خلال ايش؟ الاتش بلس دايركت ستيمولات ذا كيمو سنسيتيف اريا اللي هي السنترال كيمو ريسبتورز, وهي الموست باورفل ستيمولس على هاي الكيمو سنسيتيف اريا. برضو كمان هي مباشره السي او 2 ممكن تتحكم برضو بالبريفيرال كيمو ريسبتورز او تاثر عليهم. ولكن حكينا تاثير مين more pronounced اللي هو ال central chemo receptors. وال H plus ions produced in CSF is a much more potent stimulator than H plus ions produced in the brain. كيف يعني؟ شو قصدهم؟ مش عارف لسه محطوطة صراحة هون, بس إنه ال H ions بحكي لي إنه ليه يعني ليه هي تأثيرها جوا CSF أكثر من تأثيرها جوا البرين. CSF هو عبارة عن سائل قليل جدا بالبروتينات. تمام, والبروتينات بتحنا بتعرف تشتغل على أشياء كالإيش buffers. تمام, فتأثير الـ H plus رح يكون كثير واضح. زاد الـ H plus رح يكون تأثيرها واضح جدا لأنه ما في عندي buffers هناك أو قليلة جدا يعني. برضو كمان لأنه أصلا الكيميكال هاي موجودة يعني بتسبح بالـ CSF CF CSF تجز إن H plus ion concentration. حكينا إنه H plus لو أنا بدي أحكي عن تأثيرها ما بتقدر تخترق blood membrane barrier, فهي لو موجودة بالarterial blood تمام بتأثر على peripheral chemoreceptors. يعني بحكي لي هون أنا في حالة إنه الـ H plus كانت زايدة عندي مثلا من lactic acid أو كذا, لو أنا شلت الـ carotid والـ aortic bodies تمام, لو شلتهم هدول اللي هم أصلا مسؤولين عن كل
عملية ال يعني التحكم بالريسبيريشن في أثناء إنه الاتش بلس لما يكون عالي مثلا أو واطي حسب إيش اللي بيصير يعني أثناء ال أي باثولوجيكال سبب يعني. أوكي فلو أنشلت الأيورتيك بادز والكارتيد بادز هنا مين اللي مسؤولين على إيش؟ ما رح يصير في عند تغير بالريسبيريشن. ليه؟ لأنه مين دي يحكي الريسبيريشن يتغير مدام الكارتيد والأيورتيك بادز مش موجودة. يعني ما حكينا بالسنترال، السنترال مثلا لسه ما موجود اوكي، بس الاتش بلس ما بتقدر تخلق براد بالبرين باريز ما حكينا، لو هي ما لها دخل بالسي او 2 في هاي الحالات اللي انا بحكي عنها، انه في حالات اللي هي الكيتوسيدوسيز والاكسرسايز وكذا. اوكي هي حكيناها كليات هالاشياء، وهذا مهم بالاسيد بيز بالانس. هلا هايبوكسيا درايفز بريسبيريشن، هاي الشغله بس هاي وهاي ما حكينا عنهم، فسريعا خلينا هيك نخلصهم. Hypoxia drives respiration. بحكي له changes in PO2. هلا كل هذا التأثير بيكون من خلال peripheral chemoreceptors. الـ O2 بس من خلال peripheral chemoreceptors تمام، ما بتروح على central chemoreceptors ما بتأثر فيهم. هلا بحكي لي إنه الـ PO2 أثناء التنفس العادي هيك، وأنا بتنفس وأنا إنسان طبيعي، لا عندي لا هايبوكسيا ولا في عندي أي إشي أوكي، ولا بمنطقة عالية ولا في عندي أي إشي ثاني، ولا عندي أي مرض بيزيد عندي من CO2 مثلا، لا انا عادي بتنفس طبيعي ومستوى الاوتو عندي عالي طبيعي اوكي الحمد لله. يعني ايش اللي بيصير هنا؟ هل رح اشغل انا الريسبترز؟ هل رح الريسبتر تتاثر بالاوتو؟ لا، الريسبترز هاي بس تتاثر لما اوتو ينزل عن ال 60 او ينزل عن ال 40 تمام. بتتاثر البريفيرال كيمو ريسبترز لما يقل الاوتو تمام، البارش بلش تبعته بالارتيري بلود لما يقل عن ال 60، لما يقل عن 60 بتروح البريفيرال كيمو ريسبترز تحفز، بتروح بتودي رسائل لل الريسبيرتوري سنتر انه والله اشتغل، محتاجين تزيد من الفنتيليشن حتى ان يعني تو نيد ذا ديماند اوف الخلايا الجسم اوكي. فبتتحفز يعني عند الريسبيرتوري سنتر. هلا لو قل يعني لو انا ضل عندي الهايبوكسي لفتره طويله وكثير قليل اقل من 40 مثلا، هلا مدام انا قاعد لسه عندي بتحفز 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 بشكل مستمر الريسبيريشن، هذا الشيء ممكن يعمل بارادوكسيكال ايفكت على الريسبتور ريسبيراتوري سنتر هذولا، وايش يصير فيهم؟ ديبريشن تمام، بطلوا يشتغلوا، بطلوا يأثروا بالاوتو، يعني الاوتو قليل بطلوا يتاثروا فيه لا هي ولا السنترال كيمو ريسبتورز تمام. فهون الواحد يعني بدخل في مشكله، عشان هيك انا كثير بهمني البريفيرال كيمو ريسبتورز، بهمني اكثر شيء مين اللي هم نسبه الاوتو او كميه الاوتو. برضو كمان بحكي لي انه اثناء الهايبوكسيا انا رح يزيد في عندي الدي اوكسي هيموغلوبين 100% لانه انا في عندي هايبوكسيا ما في عندي اوتو ماسك بالهيموغلوبين. وبالتالي اكيد مدام دي اوكسي هيموغلوبين فهو له فرصه اكبر يرتبط مع السي او 2 والاتش ايونز اوكي. هلا الايفكت بيكون ماركت لما البي او 2 تنزل كثير تحت ال 40 حتى، وبرضه كمان هي ممكن تكون مور امبورتنت لما البيشنتس يكون عندهم كرونيك سي او 2 ريتينشن، لان هذول الاوبستراكتيف بولمري ديزيز مثلا وكذا، هذول الناس مش قاعدين بيطلعوا السي او 2، فالسي او 2 قاعد زي كانه بيحل محل الاو 2 تمام، ومش قاعده انا بدخل الاو 2 زياده، قاعد محل محله ايش؟ سي او 2. بدال نفسها هي معنى ايش؟ هايبوكسيا تمام. صار في عندي دي اوكسي هيموجلوبين صار بس ايش ماله مرتبط مع ال شو اسمه هاي. صح في شغله ذكرتها فجاه، في فرق ما بين السي او 2 المرتبط مع الهيموغلوبين والسي او اللي مرتبط مع الهيموغلوبين، ما بعرف اذا ذكرتها هلا بالمسميات يعني، في بس هم مختلفين يعني لو اتذكرها، اللي هي السي او 2 لما تكون مرتبطه مع الهيموغلوبين. بس بسرعه هيك انا ارجع على هاي التفريغ اللي هو كان الثالث صح عشان ما انساها، بس ثالث ولا الأنبلة هنا ولا لا مش الثالث، الرابع ولا الخامس؟ اوكي الخامس هيهم او شوي لما سيوتو أجواء. ليش مش كاتبينها؟ هاي كاربامينو هيموغلوبين تمام، اسمها كاربامينو هيموغلوبين، بس السي او ما بكاربوكسي هيموغلوبين كأنه بيكون اسمها، فهاي ركزوا عليها انه ممكن يجيب لكم كاربوكسي هيموغلوبين يكون قصده مش عن السي او 2 والاتش والهيموغلوبين، لا يكون قصده عن الهاي، فهاي انتبهوا للشغله. وين انا؟ اوكي نكمل هون بس طايل شغله سريعه نخلصها.
أوكي، فهون برضو بيحكي لي هاي إنه كيف بيصير لو كانت أقل من 60، يعني عاد بيكون وضع طبيعي إنه أنا بشغل البريفيريك كيمو ريسبترز، بتروح بتودي رسالة إنه أوكي يعني اشتغل ريسبتر ريسبارت سنتر وزيد من فنتيليشن. بس لا، لو أقل كثير وظل فترة طويلة هون رح تشتغل البريفيريك كيمو ريسبترز، تودي سيجنالز ريسبارت سنتر، بس الريسبارت سنتر هون بطل يشتغل، فبالتالي إيش بيصير في عنا زي ديبريشن، تمام؟ بيصير في عنا زي ديبريشن بالسنتر كيمو ريسبترز وكذا، فيعني بيكون لسه بس بيعتمد على مين، على البريفيريك كيمو ريسبترز. هاي هون تلخيص يعني نفس الاشياء اللي حكينا عنها. هلا في عندنا ريجوليشن والريسبيريشن ديورينج اكسرسايز. ايش اللي بيصير؟ انه حكينا انه انا اثناء الاكسرسايز انا قاعد بزيد من الهارت ريت، بزيد، فانا محتاج اني ازيد من الفنتيليشن، بالتالي انا ممكن يزيد عندي حاجه للاكسجين اكثر من 200 مره، اوكي، حتى يعني بحتاج اكثر ب 100 مره الاكسجين حتى استخدمه، اوكي. فاكيد هون انا بحاجه اني ازيد من البولمونري فنتيليشن. هلا اللي بيصير بالاكسرسايز شغلة إنه السيجنالز هاي تيجي للريسبيراتوري سنتر من تغيرات بالسي أو 2 والأو 2 والأتش بلس مش كثير، يعني هي مش الأشياء الأساسية، تمام؟ فهي أصلاً ليه الواحد هو بيعمل إكسرسايز بده تغير السي أو 2 وتغير الأو 2 هيك؟ يعني بالعادة ما بتتغير إلا لقدام لما يصير في عنا تغيرات بالميتابوليك ريت وكذا، تمام؟ limits except during زي ما حكينا هاي، يعني زي ما حكيت لكم انه يعني بعد فتره طويله وبعد strenuous اكسرسايز ومجهد وكذا بيبدا يتغير عند الميتابوليك ريت، يزيد بتصير فيه عند تغييرات على السي او 2 والاو 2 وكذا، اوكي. هلا اول ما الواحد يفكر انه بده يحرك العضلات تبعيته لازم تيجي ايش الفولنتري، تمام؟ الفولنتري من مين؟ من اللي هي الموتور كورتكس، بتودي للمسلز تو انيشيت مسل كونتراكشن، تمام؟ وبنفس الوقت قاعد ترسل رسائل للعضلات، وترسل برضو كمان رسائل الريسبيراتوري سنتر انه يلا اشتغل واعمل موديفيكيشن على الريسبيريشن، شغل عضلات الانسبيريشن، اوكي. بعدين انه بدأت انا، يعني هاي اول بداية الاكسرسايز، بدأت انا شغلت بالاكسرسايز ثانية ثانيتين ثلاثة، بصير في عندي امبولسز من البروبريوسيبترز، يعني بعد ما بدأت احرك العضلات تبعيتي والجوينتس والهاي، هون البروبريوسيبترز بتصير تحس والله في حركة في موفمنت، فيلا نشغل حالنا ونمد امبولسز ده الريسبيراتوري سنتر انه زيد برضو كمان انت من الفنتيليشن، اوكي. This is the major stimulatory factor، فهو مين الميجر؟ البروبريوسيبترز. وبرضو كمان أنا ممكن أثناء الإكسرسايز بتزيد عندي الحرارة، بتزيد عندي الميتابوليك ريت، بتزيد عندي السي أو تو، بالتالي هون أنا برضو كمان هذا ككيميكال فاكتور بزيد اللي عندي من إيش؟ من الفنتيليشن، أوكي؟ هيك بنقول خلصنا مادة الفيسيو. نعتذر على التأخير، ربي يوفقكم جميعا بالامتحان بالدراسة وما يضيع لكم أي تعب، بيسهل عليكم كل إشي ويبارك بوقتكم وبيحفظكم وبيفهمكم، وإن شاء الله يعني نجيبوا أعلى العلامات، ويعطيكم ألف عافية وسامحونا عن أي تقصير.